بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الاناليتيكال كيمستري. احنا خدنا قبل كده ان في نوعين من الاناليسيز بيتموا في الاناليتيكال كيمستري، الكواليتاتيف اناليسيز والكوانتيتيف اناليسيز. الكواليتاتيف اناليسيز بيجاوب لنا على سؤال وات، يعني بنعمل بيه ايدنتيفيكيشن او ديتكشن للماده اللي عندي، او لو فيها امبيوريتيز من ماده تانية ممكن نقدر نعين الامبيوريتيز دي. وخدنا ان الكواليتيف اناليسيز قدرنا نتعرف على الانايونز اللي هو الاسيديك راديكالز والكاتاينز اللي هي البيزك راديكالز، وفي الاخر لما بنجمع الانايون مع الكاتاين بيدينا اسم الايه السولت اللي عندي. فده كان الكواليتيف اناليسيز. النهارده هنبدا او نتكلم عن الكوانتيتيف اناليسيز. الكوانتيتيف اناليسيز بيعين الكوانتيتي او الاماونت. فانا لو خدت كميه من ماده معينه وليكن سولت مثلا من مادة معينة، ودوبته في كمية معينة من السولفنت أو السوليوشن، فإحنا كده لو إحنا عيننا كمية السوليوت اللي دايبة دي يبقى إحنا بنحسب حاجة اسمها الكونسنتريشن. فالكوانتيتيف أناليسيز بيجاوب على سؤال هاو ماتش، يعني بنحسب من خلاله الأماونت أو الكونسنتريشن. طيب احنا بقى نشتغل في الكوانتيتيف اناليسيس. في تو تايبس اوف كوانتيتيف اناليسيس، الفوليومتريك اناليسيس والجرافيمتريك اناليسيس. الفوليومتريك اناليسيس ببساطه ان احنا بنميجر ميجرنج الفوليوم اوف ستاندرد سوليوشن، يعني بيبقى عندي البيوريت حاطين فيها الستاندرد سوليوشن، وبنحط السامبل اللي هي مجهوله التركيز بنحطها في الفلاسك، فباخد حجم معين من السامبل وليكن مثلا 10 مللي، وببدا احط طبعا انديكيتور عشان يحدد لي الاند بوينت، وببدا اعمل التايتريشن. طبعا البيوريت بتبقى مثلا مدرجه من 1 الى 2 3 4 5 6 وهكذا لحد مثلا 25 او لحد 50 مللي على حسب البيوريت نفسها، ممكن تبقى 25 مللي او 50 مللي. فانا ببدا اعمل التيتريشن لحد الايكوفالنس بوينت او الاند بوينت، واحسب الفوليوم اللي نزل من الستاندرد سوليوشن اللي هو هيبقى مكافئ لل 10 مللي من السامبل. انا طبعا الستاندرد سوليوشن ده بيبقى سوليوشن اوف نون كونسنتريشن، معروف الايه التركيز بتاعه مثلا 1 من 10 مولار او نورمال، والسامبل بتبقى المولاريتي بتاعتها مجهوله. فببدأ بعد كده أعوض بقى الام في الفي بتساوي الام داش في الفي داش، لو اتفقنا الام في دول للستاندرد سوليوشن والام داش في داش ديت للسامبل. فأنا بيبقى عندي المولاريتي بتاعت الستاندرد سوليوشن معروفة 1 من 10، والفوليوم ده اللي نزل من البيوريت بقدر أشتغل مثلا 3 مرات وأخد الأفريج، فده الفوليوم اللي احنا طلعناه من الشغل بتاعنا، والمولاريتي دي اللي هي بتبقى مجهولة بالنسبة لي، والفوليوم بتاع السامبل هو العشرة ملي اللي احنا بادئين بيهم او خدناهم من السامبل. تمام. فاللي انا ملاحظه كده ان انا بقيس ايه، بقيس فوليوم. فالفوليومتريك اناليسيس بنسمي القصة اللي انا حكيتها دي كلها اسمها التايتريشن الايه المعاين. فمن خلال التايتريشن بنميجرنج الايه الفوليوم اوف ستاندرد سوليوشن. ممكن نطلق على الستاندرد سوليوشن ده تايترانت، يبقى تايترانت او ستاندرد سوليوشن، ولازم طبعا يتم كومبليت رياكشن مع السامبل، لازم يكون في رياكشن بيتم، والتفاعل ده يكون كومبليت، يكون تفاعل بيتم بين الستاندرد سوليوشن والسامبل. اما بالنسبه للجرافيمتريك، طبعا الفوليومتريك اناليسيس ده اللي احنا هنكمل فيه وهناخده بالتفصيل، لكن برضو نعرف فكرة كده عن الجرافيمتريك اناليسيز. هو طبعا ديبند على الويت، فاحنا بيتم ايزوليشن اند ويينج اوف ذا فاينل برودكت ويز نون بيور اند ستيبل ديفينيت فورم. يعني ببدأ ارصب المادة اللي عندي واعمل فلتريشن واعمل دراينج وابدأ اوزن الايه الرصب اللي اتكون ده، ومن خلاله بقدر اعرف الكونسنتريشن بتاعي من خلال الوزن او الويج. تمام. طيب بالنسبه بقى للفوليومتريك اناليسيز او اللي سميناه تايتريشن،
قلنا لازم يكون في رياكشن بتوين الستاندرد سوليوشن او التايترنت مع السامبل. يا ترى ايه انواع الرياكشنز اللي موجوده او اللي بنستخدمها في الفوليومتريك اناليسيس؟ عندنا نوعين من الرياكشن، نوع اسمه ايونيك كومبينيشن رياكشن، النوع الثاني اسمه الكترون ترانسفير رياكشنز. بالنسبه للايونيك طبعا من اسمها كده يبقى في ايونز بيحصل كومباينيشن بينها وبين بعضها، في ايونز بتتحد مع بعضها. مثال عليها او ايه اللي بيتم في الايونيك كومبينيشن رياكشن، بيتم فورميشن اوف ويكلي ايونايزابل برودكت. الناتج اللي بيتكون ده لازم يبقى ويكلي ايونايزابل، يعني ما بيرجعش يتفك التاني او تفككه ضعيف، عشان يبقى التفاعل ماشي في الاتجاه الفورورد والتفاعل يبقى كومبليت عندي. فاول نوع من الايونيك كومبينيشن رياكشن النيوتراليزيشن رياكشن، ان انا اعمل فورميشن اوف ووتر، ان انا اعادل اسيد او افعل اسيد مع بيز بيديني سولت وميه زي ما احنا عارفين، وعارفين ان الميه ديت ويك الكترولايت فهتبقى ويكلي ايونايزابل برودكت. النوع الثاني البريسيبيتيشن رياكشن، تكوين راسب زي الكلورايد مثلا، بنضيف عليه السيلفر فيدينا سيلفر كلورايد، الراسب ده برضه بيبقى ويكلي ايونايزابل برودكت. النوع الثالث من الايونيك كومبينيشن رياكشن اللي هي الكومبلكس فورميشن، لو انا عندي ميتال وعايز اعينه فاسهل حاجه انك تعمل بيه كومبلكس، وهنتكلم بالتفصيل طبعا ازاي بنعمل الكومبلكس، بس نبقى عارفين ان هو عباره عن ميتال وليجند. الليجند ده ممكن يبقى نيوترال او نيجاتيفلي تشارجد، والكومبلكس بنعرفه من الاقواس، شكل الاقواس بتاعته، بنحط الميتال ونشوف التكافؤ بتاع الميتال ده احادي يبقى ياخد ضعف التكافؤ من الليجند، يعني ياخد 2 من السيانايد، ونرجع بعد كده نحسب التشارج اللي على الكومبلكس ككل، فهنا بلس 1 وماينس 1 لكل سيانايد، بس هم هنا 2 يبقى ماينس 2، يبقى كل الكومبلكس عليه ماينس 1، فلازم نبقى عارفين بنحسب ازاي التشارج دي. النوع الثاني من الرياكشنز اللي بتتم في الفوليومتريك اناليسيز هي الالكترون ترانسفير رياكشن. طيب افرض الماده اللي عندي ما هياش اسيد ولا بيز، ولا عارف اعمل منها راسب، ولا هي ميتال هقدر اعمل منها كومبلكس، وكانت اوكسيدايزنج ايجنت او ريديوسنج ايجنت، فالافضل طبعا ان نبدا نشوف الريدوكس تايتريشن، او نبدا نعمل ريدوكس تايتريشن. ريدوكس دي اختصار ريدكشن اوكسيديشن تايتريشن، وبيتم طبعا عارفين الاوكسيديشن هي اللوس اوف الكترونز، والريدكشن هي الجين اوف الكترون زي ما هنتكلم بالتفصيل بعد كده. فبيتم الكترون ترانسفير اوف وان فروم وان رياكتنت تو انذر، بيتم انتقال الالكترونات، واحد بيفقد والتاني بيكتسب، ولازم يبقى عدد الالكترونات المفقوده بيساوي عدد الالكترونات المكتسبه. طيب يبقى اتفقنا ان الفوليومتريك اناليسز ده رياكشن بين الستاندرد سولوشن والسامبل، وعرفنا انواع الفوليومتريك اناليسز الايونيك كومبينيشن والالكترون ترانسفير، وتحت الايونيك كومبينيشن في نيوتراليزيشن وبريسيبيتيشن وكومبلكس فورميشن. في ريكوايرمنتس للفوليومتريك رياكشنز، التفاعلات اللي الفوليومتريك اللي اتكلمنا عنها ديت ليها صفات معينه او ريكوايرمنت لازم تكون موجوده عندي. اول حاجه لازم الرياكشن ده يكون سيمبل، ما ينفعش يبقى رياكشن كومبليكيتد واكتر من خطوه وميكانيزم طويله وبيكون حاجه، لا لازم يكون سيمبل رياكشن، سنجل رياكشن يتم في خطوه واحده، يكون انستنتينيوس رياكشن او رابيد، لازم يبقى تفاعل سريع، ما ينفعش كل نقطه بتنزل، لازم كل نقطه تنزل تتفاعل لحظيا مع السامبل، بتنزل من الستاندرد تتفاعل لحظيا مع السامبل، ما ينفعش مثلا استنى دقيقه او دقيقتين، والا يبقى انا عشان اعمل تايتريشن هاخد لي ساعه او ساعتين، وده طبعا ما ينفعش، لازم التفاعل يكون ايه انستنتينيوس او فيري رابيد. لازم كمان يكون متوفر عندي السيوتبل ستاندرد، ماست بي افيلبل از ا تايتريت، لازم يكون عندي ستاندرد سوليوشن ويكون تركيزه معروف بالظبط قد ايه. الاند بوينت لازم برضو نكون نقدر نعينها او ايزلي ديتكتد، نعينها بسهوله، والسيوتبل انديكيتور ده هو السوليوشن او ويتش تشينج سوليوشن كلر ات ذا اند بوينت، بيغير لون السوليوشن عند الايه الاند بوينت.
بيغير اللون نتيجة إما تغير في الفيزيكال أو الكيميكال بروبرتس للسوليوشن عند الإند بوينت، إما بيحصل تغير كيميائي أو تغير فيزيائي زي ما هنشوف بعد كده. طيب يبقى تاني الفوليومتريك أناليسيس ده رياكشن بين الستاندرد سوليوشن والسامبل. طيب نتكلم شوية بقى عن الستاندرد سوليوشن، السوليوشنز of exactly known concentration. ده تعريف الستاندرد سوليوشن، ان هو محلول تركيز ومعروف، مش بس معروف، ده معروف بالظبط exactly known concentration، لازم معروف بدقة، لان هو اللي من خلاله هعرف بيه السامبل، فما ينفعش هو يكون فيه شك او ما يبقاش معروف بالظبط، لا لازم يكون عارفين تركيز الستاندرد سوليوشن exactly known concentration. طيب في عندنا طرق للتعبير عن الستاندرد كونسنتريشن، طرق للتعبير عن الكونسنتريشن بتاع الستاندرد سوليوشن. اول طريقه اللي هي المولر كونسنتريشن، زي ما عارفين ان المولر ستاندرد سوليوشن بيبقى عباره عن ان انا اخد 1 مول اللي هو 1 الوزن من المولكيولار ويت بتاعتي بالجرام اوف سبستنس، واندوبها في 1 لتر، يبقى كل لتر منه من المولر ستاندرد سوليوشن فيه مولكيولار ويت. يعني مثلا لو ماده زي ال HCl انا عارف المولكيولار ويت بتاعها مثلا 36.5، يبقى لو خدنا 36.5 جرام دوبناهم في 1 لتر يبقى انا كده حضرت 1 مولر HCl. طب لو عايز 2 مولر يبقى هضرب الوزن اللي هي 36.5 او المولكيولار ويت ده في 2، مش انت عايز 2 مولر يبقى تضرب 2 في المولكيولار ويت وبرضه تدوب برضه في نفس اللتر، يبقى انت كده حضرت 2 مولر. طب لو عايز نص مولر، لا تقسم بقى الايه المولكيولار ويت على 2 والوزن اللي تطلع ديت بالجرام تدوبها في لتر من الميه. طيب لو خدنا حاجه ثانيه مثلا زي ال H2SO4، مولكيولار ويت بتاع ال H2SO4 98، لو عايز تحضر منه 1 مولر يبقى تاخد ال 98 جرام في ال 1 لتر، يبقى انت كده حضرت 1 مولر. لو عايز نص مولر يبقى تاخد نص الوزنه دي، يعني 98 على 2 يعني هتاخد 49 جرام من ال H2SO4 وتدوبهم في لتر من الميه. لو عايز 1/10 يبقى تقسم 98 على 10 وهكذا. يبقى المولر ستاندرد سوليوشن بناخد المولكيولار ويت بالجرامات وندوبه في 1 لتر، المولكيولار ويت اللي هو الواحد وال 1 مول، تمام. ناخد 1 مول من الماده وندوبها في 1 لتر من الميه عشان نحضر 1 مولر من الستاندرد سوليوشن. طيب لو جيت مثلا ايه نشوف إيه يعني ايه اللي خلانا نلجأ ان احنا نتكلم عن النورمال ستاندرد سوليوشن، لقينا ان احنا مثلا لو عندي سامبل مثلا من ال NOH واخد مثلا 10 مللي من ال NOH و واخد ستاندرد سوليوشن وليكن مثلا من ال HCl اللي تركيزه 1/10 مولر، وهبدا احسب الفوليوم اللي هينزل من ال HCl. فالمفروض ال 10 مللي لو تركيزهم برضو 1/10 مولر، فالطبيعي يعني ان ال 10 مللي ياخدوا 10 مللي زيهم من ال HCl. ليه؟ لان ال HCl طبقا للمعادله يعني بيتفاعل مع ال NOH بنسبه ايه؟ 1 to 1، تمام. طيب نسبة بقى لو بدل ما نستخدم ال HCl استخدمنا H2SO4 وكان برضو تركيزه 1.1 مولر، وبعمل تيتريشن برضو لنفس العينة اللي هي ال NOH واخد منها 10 مللي وتركيزها 1/10 مولر، او انا عايز احسب تركيزها، يعني لو كان تركيزها 1/10 مولر المفروض ال 10 مللي دول ياخدوا كام من ال H2SO4؟ لا الموضوع هنا هيختلف. ليه؟ لأن أنت الـ H2SO4 بتتفاعل بنسبة إيه، المعادلة اللي عندها هتبقى H2SO4 بيتفاعل مع 2 NaOH لأن هو عنده H2 فهيحتاج إيه؟ 2 من الـ OH، تمام؟ فأنا أبقى متوقع إن الـ 10 مللي دول هياخدوا إيه؟ 5 مللي من الـ H2SO4 لأنه عنده إيه؟ H2. وكل يبقى هياخد يعني هيتفاعل ال 5 مللي منه هيتفاعلوا مع ال 10 مللي من ال NaOH.
طيب لو احنا بقى عايزين نثبت، يعني يبقى التركيز اللي عندي او الفوليوم اللي باخده سواء من الاتش سي ال او من الاتش 2 صفور يفضل ثابت، يبقى لازم بقى اتحضر بالايه؟ بالنورمال ستاندرد سوليوشن. اشمعنى في النورمال ستاندرد سوليوشن؟ يعني قال لك النورمال ستاندرد سوليوشن بيبقى بناخد الايكويفالنت ويت، يبقى باخد الوزن الايكويفالنت ويت وادوبه في 1 لتر علشان احضر 1 نورمال سوليوشن. طب ايه الايكويفالنت ويت؟ قال لك الايكويفالنت ويت او الوزن المكافئ بيساوي المولكيولار ويت على ان، حيث ان دي بتختلف بقى على حسب انت بتحضر لاسيد ولا بيز ولا صوت. لو كان اسيد بتقسم المولكيولار ويت على النمبر اوف ريبليسابل بروتونز، عدد الهيدروجين اللي هيحصل لها ريبليسمنت. تمام، بالنسبه للاسيد لو مثلا اتش سي ال يبقى نقسم على 1، لو اتش 2 اس او 4 نقسم على 2، لو اتش 3 بي او 4 نقسم على 3 وهكذا. طيب الايكويفالنت ويت للبيز بنقسم المولكيولار ويت على النمبر اوف ريبليسابل او اتش، نقسم على النمبر اوف ريبليسابل او اتش، هي مثلا الصوديوم هيدروكسيد يبقى اقسم المولكيولار ويت بتاعها على 1، لو مثلا كالسيوم هيدروكسيد يبقى اقسم على 2، فيها كام او اتش هيحصل لهم ريبليسمنت في، فاقسم على عدد الاو اتش. بالنسبه للسولت بنقسم المولكيولار ويت على النمبر اوف كاتاينز في اتس فالنس او النمبر اوف انايونز في اتس فالنس. يعني لو عندي مثلا صوديوم كربونيت، الصوديوم كربونيت فيه كام كاتاين؟ فيه 2، يبقى النمبر اوف كاتاينز 2. في تكافؤ الصوديوم احادي يبقى هقسم على 2، مولكيولار ويت بتاعه على 2. طيب لو انا مش عايز اشتغل على الكاتاين وعايز اشتغل على الاناين، هنلاقي برضو النمبر اوف انايونز فيه هنا كام اناين، فيه كام كربونيت؟ واحده. في تكافؤ الكربونيت ثنائي، يبقى كانك هي ضربت 2 في 1 او 1 في 2 هي الايكوفالنت ويت هيبقى ثابت سواء حسبت على الكاتاين او حسبت على الانايون. الفكره ان انت ملاحظ هنا ان لما جينا نحضر بالنورمال سوليوشن هنقسم، لو انا عايز احضر 1/10 نورمال من ال H2SO4 وليس مولر، يبقى هقسم ال 98 على 2، فكانك دلوقتي قللت تركيزه، فيبقى انت برضه محتاج لل 10 مللي ان اتش، هتبقى محتاج برضه 10 مللي من ال H2SO4. وده كده اللي احنا هنلاحظه هنا، ان يعني هو هنا بيكمل او بيدي امثله على حساب الايكوفالنت ويت لل HCl بيقسم المولكيولار ويت على 1، لل NOH بيقسم على 1، لل H2SO4 بيقسم المولكيولار ويت على 2 على عدد الاتشات. يعني الباريوم هيدروكسيد طبعا الباريوم ثنائي، فيبقى نصلح الثلاثه دي نخليها 2 ونقسم المولكيولار ويت برضه على 2. تمام، بالنسبة للصولت يبقى المولكيولار ويت على النمبر اوف كاتاينز، في كام كاتاين هنا؟ 2. في تكافؤ الكاتاين او الفالنس بتاع الكاتاين، تكافؤ احادي يبقى 2 في 1، او النمبر اوف انايونز 1. في تكافؤ الانايونز تكافؤ ثنائي يبقى 1 في 2 او 2 في 1، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. تمام، هنا برضو بيديني مثال هاو تو بريبير وان، عشان نشوف الفرق. يعني لما نيجي نحضر 1/10 مولر H2SO4 او 1/10 نورمال H2SO4، لو انت بتحضر 1/10 مولر يبقى زي ما قلنا هناخد المولكيولار ويت نقسمه على 10، عشان هنا مش واحد، لا ده 1/10، يبقى نقسم على 10، والوزنه دي نداوبها في اللتر، يبقى 98 مولكيولار ويت على 10 جرام، تطلع 9.8 جرام في اللتر. اما بالنسبه لو هنحضر بالنورمال يبقى محتاجين نحسب الايه؟ الايكوفالنت ويت، فالايكوفالنت ويت بيساوي 98 على النمبر اوف ريبليسابل او المولكيولار ويت، يعني على النمبر اوف ريبليسابل هيدروجين، هنا في 2 اتش، يبقى 98 على 2، ونرجع نقسم برضه على 10 عشان ده 1/10. فهنلاحظ ان نص الوزنه اللي احنا استخدمناها فوق عشان نحضر ال 1 مولر H2SO4. تمام، يبقى من هنا بنلاحظ ان الستاندرد سوليوشن هافينج ذا سيم نورماليتي، اللي لهم نفس النورماليتي، رياكت باي ايكوال فوليومز. يبقى انت وانت بتحضر النورمال كنت بتقسم على عدد الاتش، فكده يبقى انت حضرت مثلا نورماليتي من الاتش سي ال 1/10 نورمال، او من الاتش 2 اس او 4 1/10 نورمال، سواء بقى اتش سي ال او اتش 2 اس او 4،
هيتفاعلوا او هنستهلك منهم 10 مللي او 10 مللي نفس الايه الفوليوم ايكوال رياكت باي ايكوال فوليوم. يعني بنحتاج ان احنا ناخد منهم نفس الفوليوم لان انت محضر دلوقتي بالايه بالنورمال. طيب يبقى ال 10 مللي من ال 1 نورمال ان او اتش نيوتراليزد باي 10 مللي من 1 نورمال اتش سي ال. يبقى لو انا باخد 10 مللي من ال ان او اتش هيحتاجوا 10 مللي من الاتش سي ال. نفس الكلام لو انا مستخدم برضو واحد نورمال اتش 2 اس او 4 هيبقى محتاج برضو 10 مللي من الاتش 2 اس او 4. تمام، يبقى اتكلمنا عن ان في مولر ستاندرد سوليوشن وان احنا بناخد ال 1 مول او المولكيولار ويت بالجرامات وندوبه في 1 لتر عشان نحضر ال 1 مولر ستاندرد سوليوشن. لو هنحضر نورمال يبقى هناخد الايكوفالنت ويت بالجرامات، وعرفنا ازاي بنحسب الايكوفالنت ويت، بنقسم المولكيولار ويت على ان وان برضه ندوبه في 1 لتر، يبقى كده حضرنا 1 نورمال ستاندرد سوليوشن. في بقى طريقة ثالثة اللي هي الامبيريكال ستاندرد سوليوشن. طبعا الامبيريكال ستاندرد سوليوشن بتستخدم في حاجات معينه، وتعريفه الامبيريكال ان هو الواحد ملي من الامبيريكال ستاندرد سوليوشن ده رياكت ويز ا ديفينيت كوانتيتي اوف سامبل. يعني الواحد ملي منه انت مثلا تخش كده تلاقي محضر ستاندرد سوليوشن مثلا وكاتب عليه ان ال 1 ملي ايكويفالنت او بيكافئ مثلا 5 جرام كلورايد، فانت تبدا تاخد الايه الستاندرد سوليوشن ده كده يعتبر امبيريكال ستاندرد سوليوشن. ان هو ما قالناش هو محضره مولر ولا نورمال ولا خد وزن قد ايه، هو بس بيقول لي ان الواحد ملي من الستاندرد سوليوشن المتحضر ده بيكافئ كام جرام من السامبل يعني اللي موجوده عندي، فانا اخده استخدمه. والله لو خدنا منه 1 جرام عشان نعين السامبل يبقى السامبل دي 5 جرام، خدنا 2 ملي يبقى 10 جرام، وهكذا. يبقى دي ما هواش، لذلك بيقول لك no relation between different empirical solutions. خلاص هو خاص بحاجة معينة بنحضره بطريقة معينة، ببقى عارف ان الواحد ملي منه بيكافئ وزن قد ايه او جرامات كام جرام مثلا أو كمية قد ايه من السامبل، فده بيستخدم في كيسز معينة وفي معامل مثلا معينة وكده. مفيش ريليشنز بين الامبيريكال سوليوشنز وبعضها. تمام، هو ده اللي احنا عايزينه. طبعا مش دارج يعني استخدام الامبيريكال ستاندرد سوليوشن. طيب ازاي بقى نحضر الستاندرد سوليوشن؟ احنا قلنا تعريف الستاندرد سوليوشن هو سوليوشن اوف اكزاكتلي نون كونسنتريشن. لازم نتك على كلمة اكزاكتلي انه لازم يكون معروف ايه بالظبط. طيب للبريباريشن اوف ستاندرد سوليوشن عندنا طريقتين، دايركت ميثود وان دايركت ميثود. دايركت ميثود لو كان الماده اللي عندي برايمري ستاندرد سبستنس. يعني ايه برايمري ستاندرد؟ ليها خصائص معينه عشان اقول والله ان انا حضرت برايمري ستاندرد سوليوشن لازم الماده دي تكون بيور، فيري بيور، لازم تكون ايزلي تيستد فور امبيورتيز، لازم نقدر نعمل تيست للامبيورتيز اللي موجوده فيها. طبعا هي ما ينفعش يبقى فيها امبيورتيز، بس احنا ايه نقدر بسهوله نكشف عن الامبيورتيز اللي فيها. تالت حاجه لازم يكون ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني الماده ديت ما تمتصش نوت ابزورب ووتر او كربون دايوكسيد فروم اير، ولا تكون ايه فولاتايل، يعني تكون مستقره او ثابته ما بيحصلش ابزوربشن للميه من الهواء او كربون دايوكسيد، ولا هي فولاتايل. يعني لاحظ مثلا صوديوم هيدروكسيد اول ما طلعه بالعلبه بيلتس ديت بتلاقيها على طول بتمتص بخار الميه، فدي طبعا الصوديوم هيدروكسيد نوت ستاندرد سوليوشن. في حاجات تانية بتمتص الكربون دايوكسيد، في حاجه مثلا زي الاتش سي ال بنلاقي ان هو اول ما بفتح الازازه كده بلاقي فيه غاز طالع، فيبقى ده فولاتايل ما ينفعش برضه نحضر منه ستاندرد سوليوشن. الشرط الرابع في البرايمري ستاندرد سبستنس اللي نحضر منها برايمري ستاندرد سوليوشن لازم تكون رياكت ستوكيومتريكالي او ستوشيومتريكالي، بتتفاعل كوانتيتيفلي، بتتفاعل كميا، يعني كم مول منها بيتفاعل مع كم مول من السامبل. يعني لازم يبقى فيه رياكشن، والرياكشن ده يكون ايه كوانتيتيف بكم. يعني خامس حاجه لازم يكون سوليبل او ريدلي سوليبل.
تكون سهلة او كومبليتلي سوليبل، لازم تكون بتدوب دوبان تام، ما ينفعش اخد وزنة معينة من مادة واجي ادوبها الاقي في جزء بيدوب وجزء ايه ما بيدوبش، لا لازم تدوب ايه كومبليت. الرقم 6 ان هي لازم او يعني يفضل ان هي تكون هاف هاي مولكولار ويت. طب ليه هاي مولكولار ويت؟ عشان مينيمايز الويينج ايرور، اخطاء الناتجه عن الوزن او الميزان. طبعا المفروض ان انا بستخدم نوعيه معينه من الموازين تبقى اناليتيكال بالانس، يعني بيوصل لانه يبقى مثلا 4 ديجيت. لكن لو انا مثلا واخد وزنه قليله طبعا الويينج ايرور بيبقى واضح فيها، يعني مثلا 1 من 10 جرام ده الايرور بتاع الميزان. لو انا بوزن 5 جرام فال1 من 10 بالنسبه لها بتبقى حاجه ملحوظه، يعني ال1 من 10 جرام بالنسبه لل5 جرام دي حاجه ايه كبيره. لكن لو انا بوزن مثلا 105 جرام لا ال1 من 10 بالنسبه لها حاجه نجلكتد، يعني الايرور هنا نجلكتد. فانا عشان اقلل المينيمايز الويينج ايرور يفضل ان المولكيولار ويت يكون كبيره بحيث ان الوزنه نفسها اللي هناخدها تكون وزنه كبيره. يبقى الامثله بقى على الستاندرد البرايمري ستاندرد سوليوشن، البوتاسيوم اسيد في ساليت، البوتاسيوم اسيد في ساليت، البنزويك اسيد، الكونستانت بويلنج بوينت اتش سي ال. ما ينفعش اقول اتش سي ال بس، لا الاتش سي ال بس نوت برايمري ستاندرد ده فولاتايل، لكن لو هو كونستانت بويلنج بوينت اتش سي ال في الحاله دي ممكن استخدمه كبرايمري ستاندرد سوليوشن. كمان الانهيدروس صوديوم كربونيت، وبرضه لازم تكون انهيدروس، ما ينفعش اقول صوديوم كربونيت هايدريتد يعني فيها مثلا 2 H2O، لا ما ينفعش، لازم تكون ايه انهيدروس ما فيهاش ميه. تمام، البوتاسيوم بايكربونيت، الميركريك اوكسايد، كل دي امثله على البرايمري ستاندرد سوليوشن، ولازم طبعا نركز فيهم لان انا ممكن اسالك الحاجات دي امثله يعني على البرايمري ستاندرد سوليوشن. في طريقه تانية اللي هي الاندايركت، افرض ان في ماده عندي طيب افرض ان انا عندي ماده ما هياش فقدت شرط من الشروط بتاع البرايمري ستاندرد سبستانس، فهل كده ما ينفعش استخدمها؟ قال لك ينفع بس يبقى ايه هنعمل لها حاجه قبل ما نستخدمها. فايه الطريقه دي؟ بنسميها indirect method، وديت when substance is not primary standard، لو فقدت اي شرط من الشروط الستة اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هو تكون بيور، تكون easily tested for impurities، تكون stable، تكون react quantitatively، اي شرط من الشروط الستة دول ما كانش متحقق فالمادة دلوقتي ما بقتش primary standard، فانا لازم اشوف هعمل ايه بقى عشان نحولها، او طريقة التحضير هنا هتبقى indirect method. يبقى any substance lose one property of primary standard is considered as a secondary standard solution. طيب أمثلة على السكندري ستاندرد زي ما قلنا الصوديوم هيدروكسيد مثلا ما ينفعش استخدمها كبرايمري ستاندرد، ففي الحالة دي هنستخدمها كسكندري ستاندرد. أو البوتاسيوم برمنجانيت برضه بيبقى فيها امبيوريتيز من مواد معينة، وكمان بتبقى سنسيتيف لللايت، بتتأثر بالضوء، فالمادتين دول كده ما ينفعش. طبعا عارفين الصوديوم هيدروكسيد هايدروسكوبيك، بتمتص ميه من الجو، فما ينفعش استخدمها كبرايمري ستاندرد. ففي الحاله دي كده مثال على السكندري ستاندرد، وكذلك البوتاسيوم برمنجانيت. يبقى when substance is not primary standard first prepare solution of approximately، شوف بقى هنا الفرق، هناك كنا بنقول exactly نون كونسنتريشن، لا هنا بقى بنعمل كونسنتريشن ابروكسيميت، حضره تقريبا كده، باخد وزنه تقريبا، انا طبعا الوزن ممكن مش هتبقى مظبوطه، فبحضر ابروكسيميت كونسنتريشن، وبعد كده نعمل له ايه ستاندردايزد او نعمل له ستاندردايزيشن ونحسب الستاندردايزيشن فاكتور. طب ايه هو بقى الستاندردايزيشن فاكتور؟ الستاندردايزيشن فاكتور او بنرمز له بالرمز اف عباره عن الفوليوم اوف نون نورماليتي. احنا خلاص جبنا ماده ستاندرد برايمري ستاندرد وبنعمل ستاندردايزيشن لماده سكندري ستاندرد، فانا بيبقى عندي فوليوم من النون نورماليتي اللي انا معروف تركيزها،
دي اللي هي الماده البرايمري، والفوليوم من الانون نورماليتي. طبعا الفوليوم بتاع الانون نورماليتي ده، او عشان يطلع قيمه الاف دي في الرينج اللي مسموح بيه اللي هو من 95% الى 1.5%، ده الاكسبتبل رينج للستاندرديزيشن فاكتور. ففي الحاله ديت يبقى تعريف للستاندرديزيشن فاكتور ان هو نمبر by which the volume of approximate normality، لو احنا ضربنا ال f دي في ال volume of approximate normality اللي هي ال unknown normality to obtain the volume of exact normality او ال known normality، عشان احضر او يبقى نعرف ال volume ال normality المظبوطه بنضرب ال volume اللي هو ال unknown ده في ال f اللي احنا حسبناه. فال f دي نسبه بين الحجم اللي مثلا انا نزل المفروض ينزل 10 مللي، فانا لقيته لا بينزل مثلا 9.5 مللي او 10.5 مللي، يعني يا اما نص فوق او نص تحت، نص مللي يعني اكتر من العشرة او نص مللي اقل. تمام. طيب لو الرقم طلع بره الرينج ده، لا بنحتاج بقى نظبط الكونسنتريشن، اما لو هو مثلا خد فوليوم اقل، خد 8 مللي مثلا، يبقى انا محتاج ايه؟ اركز اخفف السوليوشن ده، كده معناه ان هو مركز اخد فوليوم اقل، او لو هو مخفف اركزه احط عليه من الستوك سوليوشن. طيب يبقى في اللي هي ستاندرزيشن فاكتور، وعرفنا ان هي عباره عن النسبه بين الفوليوم اوف نون نورماليتي على الفوليوم اوف النون نورماليتي. في فاكتور تاني اللي هو الايكويفالنت فاكتور، وبنرمز له بالرمز اف كابيتال. عباره عن ايه بقى الايكويفالنت فاكتور؟ ده النمبر ويتش ريبريزنت هاو ميني جرامز اوف سامبل، ده بيطلع لنا كم جرام من السامبل رياكت واحد مع 1 مللي من البرايمري ستاندرد سوليوشن اور كوركتد سكندري ستاندرد اللي احنا معمول لها ستاندرزيشن يعني. تمام. فيبقى الاف اللي هي الايكوفالنت فاكتور، انا ببقى عايز اعرف، مش عايز اعرف هي خدت كام مللي، لا انا عايز اعرف مكافئ لايه؟ لكام جرام من السامبل، الملي من البرايمري سامبل ده بيكافئ كام جرام من السامبل. نيجي بقى لحاجه جديده، انت بتقول ان انت هتعمل اول نوع من التفاعلات اللي هو نيوتراليزيشن او تفاعل بين اسيد وبيس، فعايزين نعرف او ناخد النظريات المختلفه اللي بتعرف الاسيد والبيس. فاول نظريه اللي هي ارهينياس ثيوري، قال ارهينياس قال ان الاسيد الحمض هي السبستانس ويتش ايونايز بتتاين تو جيف بروتون، بتدي اتش بلس، زي مين؟ زي الاتش سي ال، زي الاتش 2 اس او 4، المواد دي بتتاين بتدينا ايه؟ اتش بلس زائد ايه؟ سي ال نيجاتيف. تمام. يبقى ده تعريف ارهينياس ان الحمض ماده بتتاين تديني اتش بلس. البيز سبستانس ويتش ايونايز جيف او اتش ماينس، زي ال NOH مثلا بيتأين إلى N إيه موجب زائد OH سالب. تمام. يبقى أي بيز هتبقى ionized to give hydroxide ion، يبقى ده تعريف الأسيد والبيز طبقا لنظرية أرهينيكس. يبقى طبقا لنظريه ارهينياس الاسيد هو الماده اللي ما بتكين بتدي ايونات الهيدروجين الموجبه او البروتون، والبيز سبستانس ايونايز تو جيف او اتش ماينس. النظريه الثانيه اللي بعد كده اللي هي برونشتد فلوري ثيوري، دول عالمين قالوا احنا ايه؟ هنركز بس على البروتون، نشوف مين اللي دونيت البروتون هنسميه اسيد، ومين اللي اكسبت البروتون هيبقى في الحاله ديت بيز. يبقى الاسيد طبقا لبرنشتد فلوري ثيوري سبستانس ويتش دومينيت الالكترون، اللي هتدي الماده اللي هتدي البروتون الاتش بلس هتبقى اسيد، وهتتحول الى كونجوجيت بيز، يعني بعد ما تفقد الاتش اللي معاها هتتحول الى كونجوجيت بيز، والبيز هي اللي اكسبت الاتش بلس او البروتون وهتتحول الى الكونجوجيت اسيد، يعني الميه هنا بعد ما تاخد اتش هتبقى اتش 3 او موجب، تحول الى الكونجوجيت اسيد. البيز السبستانس ويتش اكسبت البروتون، زي ما قلنا مثلا عندي الامونيا، الامونيا ديت بيز هتاخد الاتش من
ال H2O ال H2O في الحالة دي هتشتغل كأسيد لأن هي قصادها بيز، فهتدي ال H للبيز فتتحول البيز إلى NH4 موجب، وهي اللي هي في الحالة دي بنسميها الكونجوجيت أسيد، والأسيد بيتحول إلى كونجوجيت بيز بعد ما يفقد البروتون. أنا بنشيل من دي اتش هيتبقى لنا إيه؟ ال OH سهل. تمام؟ فأنا هنا المية مثلا يعتبر أمفوتيريك شوية، مرة اشتغلت بيز لما كان قصادها أسيد قوي، واشتغلت كأسيد لما كان قصادها بيز. فده أمفوتيريك الكترولايت، يعني ممكن يشتغل كأسيد أو كبيز ويدينا كونجوجيت أسيد أند كونجوجيت بيز. ده يعني حاجة تطبيق كده على الموضوع، بيقول لك which find which is the acid and which is the base in the following conjugate acid base pairs. يعني أنا عندي acid وbase، فشوف مين من دول الأسيد ومين من دول البيز. طبعا اللي عنده positive هيبقى هو الأسيد، هو ده اللي ممكن يدي البروتون، ممكن يدينا ال H plus. البيز طبعا هو اللي accept الايه البروتون، يبقى ده ال NH3 هي البيز وال NH4 NH4 موجب هي الأسيد. طيب اسيتيك اسيد اكيد ده الاسيد لانه هو اللي عنده البروتون، هو اللي هيفقد البروتون. الاسيتيت سي اتش 3 سي او او سالب اكيد ديت هي اللي هتكتسب البروتون فتبقى هي البيز. الاتش 3 الاتش بي او 4 او الاتش 2 الاتش بي او 4 ماينس 2 والاتش 2 بي او 4 ماينس، هنحط بس هنا سالب 2 والسالب دي فوق. ففي الحالة ديت الأسيد هو اللي عنده H أكتر، H2 BO4 بالنسبة لده عنده H واحدة، فيبقى هو البيز ممكن يستقبل الـ إيه الـ H. بالنسبة للـ HSO4 ماينس، ده لو إحنا ضفنا عليه هو هنا بيتكلم بيقول لك what is the conjugate acid and the conjugate base of HSO4 سالب. الـ HSO4 سالب علشان نحوله إلى أسيد يبقى هو هنا بيز، يبقى هيستقبل إيه البروتون فيتحول إلى H2SO4. في الحالة دي طبعا هيحصل نيوتراليزيشن، النيجاتيف ده هيتعادل بالبوزيتيف اللي هنا فيتحول إلى الكونجوجيت أسيد. فهي كانت بيز خدت بروتون، احنا تعريف البيز إن هو أكسبت البروتون، هو خد هنا البروتون فتحول إلى الكونجوجيت أسيد. طيب لو هي أسيد وهتفقد البروتون هتتحول الى الكونجوجيت بيز ويظهر عليها ايه 2 نيجاتيف، يعني بعد ما يفقد الاتش اللي هنا دي تتحول الى اس او 4 ويظهر عليها 2 نيجاتيف تشارج. طيب اخر نظريه في الاسيد بيز ثيوري، يبقى احنا اتكلمنا عن افينيوس وعرفنا ان الاسيد ايونايز تو جيف اتش بلس والبيز ايونايز تو جيف او اتش ماينس. البرونشت دلوري الاسيد جيف البروتون والبيز اكسبت البروتون. الارهيني اللويس ثيوري قال لا احنا هنتكلم بقى باللون بير، نشوف مين اللي اكسبت اللون بير ومين اللي دونيت اللون بير. اللي هيدينا اللون بير يبقى ده بيز، واللي اكسبت اللون بير يبقى اسيد. لذلك مثلا ظهر لنا حاجه زي الالومنيوم كلورايد او البورون تراي كلورايد، الناس دي ما عندهاش اتش، مع ذلك بنطلق عليها ايه لويس اسيد. حاجه زي الامونيا ان اتش 3 طبعا هتفقد عندها لون بير، فهتفقد اللون بير تبقى في الحاله دي تشتغل لويس بيز. يبقى لويس بيز عندها لون بير هتفقدهم الى اللويس اسيد، لويس اسيد هيستقبل الايه الالكترونات من لويس بيز. ال NH3 لويس بيز وال H بلس H بلس لويس اسيد. نيجي بقى لل يعني لما بيحصل الديسوسيشن ده، في نظريه بتحكم الالكترولايت والنون الكترولايت بنسميها الالكتروليتيك ديسوسيشن ثيوري، يمكن احنا اتكلمنا عنها قبل كده. بنقول ان الموليكيول لما بيحصل له ديسوسيشن بيتفتت في الميه في الاكواس ميديوم الى الكاتايونز والانايونز. فالالكترولايت اللي هي which dissociate او ionize and conduct الالكتريسيتي، يعني لو انا جبت ماده وحطيتها في الميه واتفككت ولقيت ان الميه ديت في الحاله دي او السوليوشن ده conduct الالكتريسيتي، بقول على الماده اللي انا دوبتها دي ان هي الكترولايت موصله للتيار الكهربي. طب لو حطيت ماده مثلا زي الشوجر او كده ما اتاينتش فبنسميها نون الكترولايت، وفي الحاله دي طبعا طالما ما فيش ايونز يبقى doesn't conduct الالكتريسيتي
doesn't ionize and doesn't conduct electricity. من هنا حسبنا الديجري اوف ديسوسيشن او الالفا. الالفا اللي هي النمبر اوف ديسوسييتد سوليد مولكيولز على التوتال نمبر اوف مولكيولز بيفور ديسوسيشن. يعني لو انا مثلا عندي HCl بيتأين الى H موجب زائد Cl سالب. فلو انا واخد مثلا 100 مول من ال HCl وتأين منهم مثلا 99 مثلا او 90، فلو جينا نحسب الالفا في الحاله ديت نمبر اوف ديسوسييت عدد المولكيولز اللي حصل لها ديسوسيشن اللي هي 90 على التوتال نمبر اوف مولكيولز بيفور ديسوسيشن اللي هي ال 100، يبقى 90 على 100 تطلع 9 من 10. طب لو كانوا ال 100 كلهم اتفككوا، يعني ال 100 حصل لهم كومبليت ديسوسيشن، 100 توتال نمبر او النمبر اوف ديسوسييتد مولكيولز 100 والتوتال نمبر بيفور ديسوسيشن 100، يبقى 100 على 100 تطلع ايه؟ 1. يبقى الالفا دي كل ما كانت 1 او قريبه من الواحد معناها انه ايه؟ الالكترولايت ده سترونج الكترولايت، وكل ما كانت بعيده عن الواحد كل ما كانت ويك الكترولايت. فامثله على السترونج الكترولايت اللي هي الالفا بتبقى نير تو يونيتي، ال اتش سي ال مثلا بتبقى 92 من 100 اللي هي تقريبا 1، ال ان اتش برضه 91 من 100 اللي هي تقريبا 1. اما بالنسبه للويك الكترولايت بتبقى الالفا قيمتها فار فروم يونيتي، يعني بعيده عن الواحد، زي مثلا الاسيتيك اسيد 13 من 1000، البوريك اسيد H3PO3. ونلاحظ كمان هنا ان البوريك اسيد مع انه عنده 3 اتش الا انه هو ايه بي اتش واحده اللي بتتاين او بيفقد اتش واحده بس. لو احنا بنحسب له مثلا الايكوفالنت ويت المفروض نقسم على النمبر اوف ريبليسبل اللي هو 1، يعني نقسم هنا على 1. الفا بتاعته 1 من 1000. الاونيوم هيدروكسيد ده ويك بيز بيتاين برضو، يدينا الالفا بتاعته قيمتها قليله جدا او بعيده عن 1. فده الكي اوكوليبريم بتساوي تركيز البرودكت على تركيز الرياكتور. الاسيد بيز ايكوليبريم ان ووتر، يعني لو عندي اسيد او بيز بيحصل لهم ازاي ايكوليبريم في الميه. الايكوليبريم اكزيستنج سوليوشن اوف ويك الكترولايت، لو انا عندي ويك الكترولايت بنلاقي طبعا الاسهم بتبقى في حاله ايه ريفيرسبل كده، فبنقول ان في حاله ايكوليبريم. وبنحسب الديسوسيشن كونستانت للاسيد بنسميه كي اي، او ديسوسيشن كونستانت لو الماده دي بيز كي بي. فدايما تركيز النواتج الاتش في تركيز الاسيتات، بدل ما اكتب سي اتش 3 سي او كتبتها اي سي، على تركيز الايه الاسيد اللي هو الاتش اي سي، يعني سي اتش 3 سي او دي هي اي سي. تمام، لما بلاقي الاقواس دي معناها المولر كونسنتريشن، يبقى المولر كونسنتريشن بتاع ال H في المولر كونسنتريشن بتاع الاسيتيت على تركيز الاسيتيك اسيد. كذلك في حاله الامونيوم هيدروكسيد يبقى تركيز الامونيوم في تركيز ال OH على تركيز الامونيوم هيدروكسيد، ده ال K دي. طب لو ميه، الميه بقى نحسب لها ال KW. ففي الحاله ديت ال K بتاعتها تركيز ال H في تركيز ال OH على تركيز ال H2O. طبعا يبقى حاصل لو انا ضربت بقى تركيز الميه ده في ال K يبقى ال KW ده طبعا الميه تركيزها هي بتبقى موجوده كسولفنت يعني فكميتها كبيره، فهنعتبر ال KW ده تركيز ال H في تركيز ال OH. وطبعا لما حسبوها لو انها بتساوي 10 اس سالب 14 سموا ال KW ده الايونيك برودكت اوف ووتر، ثابت الاتزان او التأين بتاع الميه. ومن هنا بدأوا يقولوا بقى لو تركيز لو عندي سولوشن نيوترال يعني ميه بس هيبقى تركيز ال H بيساوي تركيز ال OH بيساوي 10 اس سالب 7. بحس ان هم لما يتضربوا في بعض 10 سالب 7 في 10 اس سالب 7 نجمع الايه الاسس فيطلع 10 اس سالب 14. طب لو كان تركيز ال H او السولوشن اللي عندي ده اسيدك، يعني مثلا هيدروكلوريك اسيد ده اسيدك سولوشن، اكيد طبعا تركيز ال H هيبقى اعلى من تركيز ال OH، يعني تركيز ال H هيبقى اكتر من 10 اس سالب 7، يعني ممكن يبقى 10 اس سالب 3. طبعا عارفين ان سالب 3 اكبر من ايه؟ من سالب 7، ف 10 اس سالب 3 يبقى تركيز ال H اعلى من تركيز ال اكتر من 10 اس سالب 7. في الحاله ديت التركيز ال OH طبعا الباقي نطرح بقى من ال 14 يبقى 10 اس سالب 11. العكس في البيزك سوليوشن لو انا واخد مثلا صوديوم هيدروكسيد
تركيز الـ H هيبقى أقل من 10 أس سالب 7، يعني ممكن يبقى مثلا 10 أس سالب 11. في الحالة دي تركيز الـ OH هيبقى هو اللي 10 أس سالب 3. طيب بدل ما نقعد نقول حاجة أس كذا، فجبنا حسبنا الهيدروجين أيون إكسبوننت اللي هو الـ pH، وقلنا إن الـ B لأي حاجة هي ماينس لوغاريتم الحاجة دي، فلما أقول بي اتش يبقى ماينس لوغاريتم الـ H، بي إم يبقى ماينس لوغاريتم الـ M، وهكذا. فأنا دلوقتي عايز أقول بي اتش أو أحسب البي اتش هي ماينس لوغاريتم تركيز أيون هيدروجين. لو عندي تركيز أيون هيدروجين زي ما كنا لسه بنقول مثلا 10 أس سالب 3، فيبقى البي اتش ماينس لوغاريتم تركيز أيون هيدروجين. هشيل تركيز أيون هيدروجين وأحط قيمته 10 سالب 3، السالب 3 دي هتيجي هنا يبقى بقت 3، ولوج ال 10 بواحد يبقى البي اتش هنا في الحالة دي هتبقى 3، فطبعا قيمتها أقل من 7 تبقى أسيدك، يبقى كل تركيز الاتش ما بيقل البي اتش فاليو بتزيد، كل ما تركيز الهيدروجين بيقل، يعني مثلا 10 أس سالب 3 البي اتش 3، 10 سالب 5 يعني هنا بي اتش تركيز أيون هيدروجين بيقل أهو، سالب 5 أقل من سالب 3، نلاقي ان البي اتش ايه قيمتها بتزيد، بتتجه من الناحيه الايه البيزك. تمام، والعكس طبعا، لو كل ما يزيد تركيز ايون هيدروجين قيم البي اتش هتقل، اللي هي هتبقى مور اسيدك. تمام، دي بقى نفس السلايد اللي فاتت، بس بدل ما كنا بنتكلم بتركيز ايون هيدروجين 10 سالب 3 حولناه الى بي اتش، فبقت البي اتش هنا في الحاله دي 3، وهنا البي اتش 11. وطبعا ممكن برضو من خلال البي اتش احسب البي او اتش، ان مجموع البي اتش زائد البي او اتش المفروض يساوي 14، زي ما احنا شايفين هنا الكي دبليو بيساوي البي اتش زائد البي او اتش بيساوي 14. فانا لو قدرت احسب البي اتش يبقى من خلالها برضو ممكن ببساطه اطرح من ال 14 واطلع الايه البي او اتش. طيب من الحاجات المهمة اللي عايزين نعرفها البفر سوليوشن، يعني في بعض الرياكشنز بنحتاج ان احنا نحافظ على قيمة البي اتش ثابتة ما بتتغيرش، ففي الحالة دي بيقول لك استخدم بفر سوليوشن. طب ايه البفر سوليوشن؟ قال لك البفر سوليوشن ده سوليوشن ريزيست للتشينج في البي اتش، بيقاوم التغير في قيمة البي اتش، وهنشوف ازاي بيقاوم التغير في البي اتش اوبن اديشن اوف سمول اماونت اوف اسيد اور بيز، يعني وانا بضيف كميات قليله من الاسيد او البيز فهو يقاوم التغير في البي اتش. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو انا مثلا عندي محلول او سوليوشن كان مثلا من البي اتش بتاعته كانت 5 مثلا، وانا بضيف عليه اتش سي ال، بضيف عليه حمض، فالطبيعي ان الحمض ده هيقلل البي اتش، هيخليها مثلا 3 او كده. لو انا عايز اقدر ازاي احافظ على البي اتش ديت ما اخليهاش تقل، قال لك نستخدم بفر. طب ايه هو البفر؟ البفر بيتكون من حاجتين، اما ويك اسيد اند اتس سولت اللي هي الكونجوجيت بيز، او ويك بيز اند اتس سولت. ناخد مثال كده على ويك اسيد، الاسيتيك اسيد، مفيش يعني اشهر مثال للويك اسيد الاسيتيك اسيد. طب اتس سولت، السولت بتاعه هيبقى الصوديوم اسيتيت سي اتش 3 سي او او ان ايه اللي هي الكونجوجيت بيز بتاعه الاسيد. طيب ومثال برضو على الامونيوم البيزك بافر، احنا قلنا ممكن يبقى ويك اسيد اند اتس سولت او ويك بيز اند اتس سولت. طب لو هناخد ويك بيز الامونيوم هيدروكسيد، طب اتس سولت هيبقى امونيوم كلورايد ان اتش 4 سي ال. طيب ازاي بقى بيريزيست للتشينج في البي اتش او بيقاوم التغير في قيمه البي اتش؟ بيقول لك لو انت عندك البافر ده اللي هو ايه الاسيتيك اسيد مع الاسيتيت، وضفت عليه كميه من البيز او كميه من الاسيد، ازاي هيقاوم سواء ضفت بيز او ضفت اسيد؟ لو انت بتضيف بيز هيروح طبعا البيز دي تتفاعل مع الاسيتيك وتدينا الاسيتيت ملح والميه، ففي الحاله ديت ما حصلش تغير لان الميه نيوترال والاسيتيت كده كده موجوده، فيعتبر انت ما ضفتش حاجه جديده. كذلك لو انت بقى بتضيف اسيد، الاسيد ده هيجي على يتفاعل مع السولت اللي عندي وهيحوله الى الاسيتيك اسيد، فكانك برضو ما ضفتش حاجه، فمن هنا
بنقول ان البفر ده بيقاوم ان انا لو ضفت اسيد او بيز ما بيأثرش على البيتش. طبعا الكلام ده مش فوريفر، يعني لازم احنا بنأكد هنا ان انت بتضيف سمول اماونت، كميات قليله من الاسيد او البيز. طب تعال نشوف، لو احنا بنتكلم على بيزك بافر، يعني بافر من بيز ويك بيز مع اتس صوت، لو الامونيوم هيدروكسيد مع الامونيوم كلورايد وضفنا عليها كميات بسيطه من الاسيد، الاسيد هيروح يتفاعل مع البيز اللي هي الامونيوم هيدروكسيد ويدينا الصوت والميه، ففي الحاله دي برضه حصل نيوتراليزيشن، ما تغيرش البي اتش. كذلك لو بضيف بيز هيتفاعل مع الامونيوم كلورايد ويحولها الى امونيوم هيدروكسيد، يبقى كانك بدل ما كان بيز قوي لا اداني بيز ضعيف، مفيش تغير، وكده كده انا يعني البفر ده في تكوينه الامونيوم هيدروكسيد، فانا كده يعتبر ما غيرتش حاجه او ما ضفتش حاجه. طيب نيجي بقى ازاي بنقدر نعرف الاند بوينت عن طريق الانديكيتور. ففي انواع للنيوتراليزيشن انديكيتور، في نوع كولر انديكيتور بيعتمد على اللون، في تربيديتي انديكيتور، في فلوريسنس انديكيتور، واشهر واحد طبعا اللي هو الكولر انديكيتور اللي بنستخدمه كتير. فتعريف الكولر انديكيتور ان هو سبستنس اوف ويك اسيد اور بيز، بيبقى حمض ضعيف او بيز ضعيفه، which change their color with change in pH، بتغير لونها على حسب البي اتش. واشهر طبعا مثال الفينولفثالين، اختصره بي اتش، بي اتش بيتحول من اللون الكالرليس الى اللون البينك، يعني لونه في الاسيديك ميديم بيبقى كالرليس وفي البيزك ميديم بيبقى بينك، وبنسميه وان كالر انديكيتور لان كالرليس ده ما يعتبرش لون، فهو له لون واحد بيتحول من كالرليس الى بينك. اما في الميثايل اورنج، الميثايل اورنج ده يعتبر تو كالر انديكيتور، بيتحول من ريد الى يلو. طبعا كل انديكيتور بيبقى له رينج بيشتغل فيه، يعني نلاقي مثلا ان الميثايل اورنج بيشتغل في الرينج مثلا من 3.5 ل 4.5 في الرينج اللي هنا، لكن الفينوكسالين مثلا بيشتغل من 8 ل 9 او من 8 ل 10، يعني في الرينج الايه الهاي بي اتش. طيب افرض ان انت بتشتغل في سوليوشن وكان السوليوشن ده اصلا كولر، كان كولر سوليوشن، هل هينفع تحط بقى كولر انديكيتور؟ يعني تحط مثلا هو سوليوشن لونه ريد وانت تقول لي مثلا هحط فينوكسالين المفروض يتحول من كولر ليس الى بينك، لا ده انت مش هتشوف الكولر ليس لانه سوليوشن لونه اصلا ريد، ومش هتشوف البينك لان البينك قريب من الريد فمش هتشوف حاجه. كذلك مثلا لو استخدمت الميثايل اورنج وكان السوليوشن اللي عندك لونه مثلا ريد برضه او اورنج، فمش هتقدر تميز التشينج في اليلو والريد اللي موجود عندي في الميثايل اورنج. طيب في الحاله دي بنلجأ لايه؟ بنلجأ الى التربيديتي انديكيتور، بنعتمد على انديكيتور ذات فورم فلوكولنت بريسيبيتيت او تربيديتي عند الاند بوينت، يبقى في راسب هيتكون او تربيديتي عقارها هتظهر، يبقى في الحاله ديت ده يستخدم في الكالر سوليوشن. طيب افرض السوليوشن اللي عندي كان كالر دو تيربيد او يعني تيربيد سوليوشن، لا في الحاله دي بقى ممكن نستخدم الفلوريسنس انديكيتور. فلوريسنس انديكيتور دي كومباوندز اميت فيزيبل راديشن، بتشع ضوء وين اكسبوزد يو في لايت، فانا بعرضه للمبه يو في وبشوف البروبرتي اللي بتحصل لها، اما تتوقف يعني هو كان فلوريسنس بيشع وبعدين ايه عند الاند بوينت ما يبقاش بيحصل فلوريسنس، او يبقى عند الاند بوينت يبدا يتم او يظهر اكتر انتنسيفاي ات ذا اند بوينت، يعني يبدا يزيد الفلوريسنس ده، يا اما يتوقف الفلوريسنس او يزيد الفلوريسنس. ومثال على الفلوريسنس انديكيتورز اللي هي ايه الامبليفيرون، ده مثال على الفلوريسنس انديكيتور. يبقى دول ثلاث انواع للنيوتراليزيشن انديكيتور، كالر انديكيتور، كل انديكيتور بيغير لونه على حسب البي اتش، خدنا منه نوعين اللي هو الوان كالر زي الفينوكسالين او التو كالر زي الميثايل اورنج، وعرفنا ان كل انديكيتور بيبقى له رينج من البي اتش بيشتغل فيه، يعني ما بيشتغلش في كل الايه الرينج، يعني بيشتغل في رينج معين. طيب اخر حاجه لو انا اللي هي بنتكلم عنها هي التايتريشن كيرف، انا برسم رسم بياني او علاقه
من خلاله بعرف اقدر احدد الايه equivalent بوينت او الاند بوينت. فالتيتريشن كيرف ده بيبقى ريليشن بتوين البي اتش اند الملي ادد او الفوليوم ادد من الستاندرد اللي عندي، تمام؟ يبقى هو علاقه بين البي اتش، تغير في البي اتش مع الفوليوم ادد من الستاندرد. احنا حاطين طبعا الستاندرد في البيوريت ومثلا ان او اتش، وبعين مثلا اتش سي ال، فببدا اقيس البي اتش وارسم علاقه بينها وبين كل ايه نقطه بتنزل او كل ملي بينزل من الان او اتش. فببدا البي اتش المفروض في البدايه هتبقى كبيره ولا قليله؟ طبعا الوسط اسيدك فالبي اتش قليل، تبدا مثلا قيم قليله هنا لسه ما ضفناش اي ملي من البيس، الملي ادد اوف ستاندرد سوليوشن، فيبدا قليله قليله وبعدين يبدا فجاه يحصل ايه انفليكشن وبعدين يرجع ايه يستقر كده تاني. فانا ببدا من هنا كده انزل، يبقى دي الايه الايكوفالنس بوينت او الاند بوينت. في عندنا تايتريشن كيرف للسترونج اسيد مع سترونج بيز، هنشوف شكله عامل ازاي، والويك اسيد مع السترونج بيز والويك بيز مع السترونج اسيد، يعني على حسب بقى الاسيد سترونج ولا ويك وهكذا. فنلاحظ دايما انه لو هو سترونج وسترونج بنلاقي ان الكيرف واخد كل الرينج بتاع الايه الميثايل اورنج، يعني مثلا لو هنرسم كده نلاحظ ان هو بيمر بالرينج بتاع الميثايل اورنج والفينوكسالين، فانا ممكن استخدم فينوكسالين او ميثايل اورنج الاثنين ممكن يحسبوا لي الايكوفالنت بوينت او الاند بوينت. طيب لو احنا بقى مستخدمين ويك اسيد مع سترونج بيز، طبعا ويك اسيد مع سترونج بيز هلاقي الكيرف بيتسحب ناحيه السترونج، يعني هلاقيه في الهاير بي اتش، هلاقيه كده الفينوكسالين بس اللي ممكن يستخدم في الحاله دي. هنا الميثايل اورنج هيبقى اوت اوف ذا رينج، هيبقى بره الرينج، التغير بتاعه مثلا من 3 ل 4، لا انا عندي سترونج بيز، فطبعا هتسحب الايه الكيرف لفوق. لو كان سترونج اسيد هنلاقي العكس، هنلاقي الكيرف لتحت كده، فده هيبقى المناسب ليه هو الميثايل اورنج. اما لو ويك وويك فبنلاقي انه ما بيحصلش اصلا الانفيرجن، ما بقدرش ايه استخدم لا فينوكسيلين ولا ميثايل اورنج ولا تفاعل اصلا، نقدر يعني الرسمه بتاعته ما تعتبرش فيها انفليكشن او سادن تشينج. طبعا ده الكيرفات المختلفه للسترونج اسيد مع سترونج بيز، نلاحظ كده ان هو الرينج بتاع الميثايل اورنج مغطيه والرينج بتاع الفينوكسيلين متغطي، فانت ممكن تستخدم ايهما، يعني ميثايل اورنج او فينوكسيلين. ده مثال طبعا ال ان او اتش مع ال اتش سي ال، ممكن نستخدم الفينوكسيلين او الميثايل اورنج. لو سترونج اسيد تبدا تلاقي بقى ايه الرينج بتاع الميثايل اورنج هو اللي نقدر نستخدمه في الحاله دي. ففي حاله السترونج اسيد مع ويك بيز بنستخدم الايه الميثايل اورنج از انديكيتور، سترونج بيز يبقى هنلاقي بقى ايه الفينوكسالين هو اللي نقدر نستخدمه هنا، الفينوكسالين هو اللي كان بيوزد في حاله الويك اسيد مع السترونج بيز. طيب ويك ويك يبقى ده ما فيش اصلا انفليكشن، فالاند بوينت يبقى صعب جدا ان انت تعينها، ومش هنعرف نستخدم لا الفينوكسالين ولا يعني المثال، بتلاقي الاثنين بره الايه الرينج عندي، تمام كده. اهم المعلومات يعني اللي المفروض نبقى مركزين عليها. طبعا في اسئله موجوده يا ريت نبدا نحلها، ولو في حاجه مثلا وقفت معانا او كده نرجع للمحاضره، ولو في اي اسئله برضو احنا ايه موجودين معاك ونقدر نرد عليها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.